السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام متابعي قناة التربيه. مرحبا بكم اخوتي الكرام الى هذه الحلقه الجديده ودرجه باذن الله تعالى. واليوم درسنا مهم كثير. بعطيكم اليوم درس خلطه البذور او خلطه البذور اللي بعتمد عليها انا بطشوري. طبعا انا مثل ما انتم شايفين بالفيديو حجاب. فهي الخلطه بتكفينا مده شهر. ما بنخلط خلطه تكفينا اكثر من شهر، يعني مده الخلطه لاي نوع من انواع الطيور هي 30 يوم. هي 30 يوم. هاي النقطة خذها أساس وقاعدة. 30 يوم لازم يكون عندك الخلطة انتهت مدتها، ما لازم تقدمها ترجع تقدمها لبذورك. شو السبب يا أبو النصر؟ لأن أخواتي الكرام إذا كانت البذور متجمعة مع بعض لمدة أكثر من 30 يوم ولحقة شوية رطوبة أو لحقة أي نوع من أنواع الحشرات، تأكد إنه رح يصير فيها فراش ورح يصير فيها ديدان والنتيجة تسمم الطيور او موت الطيور بسبب البذور. وكثير ناس حكت معي او نصر طيوري كانت بصحه ممتازه ولكن ثاني يوم فقدت طيوري وماتت. ليش؟ ما كنت عارف ليش. لما بسالك عن الخلطه والله الخلطه صار لها 30 يوم او الخلطه صار لها 45 يوم عند الطيور، صار لها شهرين عند الطيور الخلطه. اخوي الكرام الخلطه بتنعكس سلبا على حياه الطيور، انت لازم تقدر الخلطه شد الكفي وتقدمها لطيورك. على سبيل المثال انا عندي 100 جوز تمام، 100 جوز 30 كيلو بكفيهم شهر تمام. هلا انا رح اخلط خلطه قدامكم وراح اعلمكم اياها بالتفصيل لطيور الكنار لطيور الباجي. هلا اول شيء الخلطه بتعتمد، هاي الخلطه اللي بتعملها لجميع انواع المعاكف، لجميع انواع المعاكف. هاي الخلطه هلا بنشتغل فيها لجميع انواع المعاكف والكرة. فاخوتي الاعزاء اذا كنت بدك تستخدم طيورك شو لازم انت تحط، شو الطريقه اللي بدك تحط فيها، شو الانواع اللي بدك تحطها، كل هذا رح نناقشه بهي الحلقه. فاذا كنت متابع لي لاول مره على هذا المنبر لا تنسى الاشتراك والشير واللايك ومشاركه هذا الفيديو لكل اصدقائك اللي بتحبهم واللي بتحب تفيدهم. اول شيء بلش معكم بخلطه المعاكيف على مدار العام لجميع انواع المعاكيف، كوكتيل، روز، فيشر، باجي. هدول الأربعة المتواجدين أكثر شيء، روز وفشر أو البارتشي بشكل عام منتشر كثير عند كل المربين أو متواجد داخل غرف جميع أنواع الطيور أو عند جميع المربين اللي بيعتنوا بالطيور الزينة. فلذلك أنا رح أبلش معاكم بهي الخلطة، لا تنسى اللايك والشير والمشاركة. طبعاً أخوتي الكرام بالبداية رح أبلش معاكم بهي الخلطة في المادة أو الأساس تبع هاي المادة هي الدخن. الدخن طبعا هاي المادة اخوتي الكرام رح اعرض لكم اياها رح افرجيكم اياها وحدة وحدة، رح افرجيكم شو بستخدم انا بالضبط والمعيار والمقادير وفرجيكم الخلط كيف بيتم. طبعا اول شيء الغرفة اللي بدها تقوم بعملية خلط فيها لازم ما يكون فيها اي نوع من انواع الرطوبة، لازم ما يكون فيها اي نوع من انواع الحشرات، لازم يكونك منظفها الصبح مرتين على اقل شيء، غاسلة وحاطط فيها مثلا على سبيل المثال دواء غسيل او لودالين او اي نوع مادي مطهر تقوم بعمليه غسل ارضي. تغسل الارضي تتركها حتى تنشف بشكل 100%، بتغسل ايديك وتغسل رجليك بشكل جيد وبعدين بتفوت على الغرفه بتقوم بعمليه خلط البذور. يا ابو النصر كل هالشيء معقد؟ اي فكره، مو معقد ولكن لازم انت تهتم بنظافه البذور اللي بتقدمها لطيورك. طبعا مثل ما انتم شايفين رح نفتح اول شيء معكم اول مادة. لا حد يطلع معلم، لا حد يقول لي. أول مادة أخوة الكرام رح تعتمد عليها هي هذا الدخن أخوة الكرام. أنا بالنسبة لي وطيوري أنا بستخدم لهم هذا الدخن الأصفر، رح أخربه على الكاميرا بشكل جيد بيكون واضح للجميع. نستخدم هذا الدخن أخوة الكرام، الدخن الأصفر، أنا بستخدمه لجميع أنواع طيور معاكي، وخصيصا هذا النوع من الدخن لأنه أخوة الكرام لاحظت عليه انه الحبه تبعه خشنه شوي ولو سعره شوي غالي. الحبه تبعه سميكي ما في اي نوع من انواع القشور، اللمعه فيه ظاهره. انا بهمني البذور اللي بدي اشتريها تكون اللمعه ظاهره على البذر، اذا ما كان في لمعه معناتها هذا مخزن ومن قديم. اللمعه ظاهره على البذر والاضافه لذلك الريحه، الريحه اللي بتحسه هلا محصول. هذا اول ماده ما نحطها بنقوم نكبها بالارض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي 20 كيلو، هاي 20 كيلو. طبعا بطيئة آخر حاجة.
طبعاً قضينا 20 كيلو فوز كرام، بعد منا منضيف لل 20 كيلو إضافي لل 20 كيلو لازم نضيف نحنا من أكل الكنار، من أكل الكنار، أكل الكنار رح فرجيكم إياه، أو دخل الكنار أو البريقة أو إلى تسميات عديدة رح فرجيكم إياه أيضاً فلا بشكل قريب على الصورة قريب على الكاميرا. هذا هو أكل الكنار أو دخل الكنار. طبعاً هاي المادة أخوة الكرام لازم تكون أساسية داخل هذا الدخل. هذا الدخل أخوة الكرام بيحتوي على دخل العواشق أو دخل الباتشي أو دخل المعاكين بشكل كامل، بيحتوي على نسبة عالية من البروتين وبيحتوي على نسبة عالية من المواد اللي بتعطي الطائر صحة وبتسبب له إسهال إذا تقدم بشكل سابق. فذلك الأمر نحن نضيف هاي المادة. هاي المادة أخوة الكرام جافة وايضا فيها مواد بتساعد الطائر على الاحتفاظ بوزنه وما بتخليه يصير عنده امساك او اسهال، عفوا ما بتخليه يصير عنده اسهال. فهي الماده لازم تكون اساسيه موجوده داخل الخلطه اللي بنعتمدها نحن لطيورنا على مدار السنه. هاي الماده بيضاء مثل ما انتم شايفين، عم بستخدم البذور البيضاء بشكل كبير. حطينا هاي الماده طبعا لل 20 كيلو، لل 20 كيلو عم اشتغلنا 20 كيلو بنحط لهم 5 كيلويات، 20 كيلو بنحط لهم 5 كيليات من هذا من هذه البذور. بنحاول تفريق على كل البذور الموجوده. طبعا هلا بدنا نترك شويه لو نزلنا على طبق الكرار تحكيكم عنها كيف تقدموها. نجي للماده الثانيه. هلا بنضطر نفتح الجبار هات نشوف. المادة الثانية اخوة الكرام هي راح نستخدم ايدي حتى يفرجيكم اياها مادة مادة باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هون خالد لاني اشتريت مواد المادة الثانية اخوة الكرام هي النيجر. مثل ما كنتم شايفين هذا هو النيجر او البريقة السوداء او بذور الشوك. هاي هي اخوة الكرام. هاي المادة لازم نحط لل 20 كيلو، لل 20 كيلو اخوة الكرام لازم نحط نحن بمقدار كيلو ونصف، لل 20 كيلو، كيلو ونصف. المادة الأخرى اخوة الكرام هي بذور الكتان. راح أفرجكم إياها أيضا على الكاميرا. بذور الكتان هاي هي اخوة الكرام، صفراء ونستخدمها أيضا في خلط البذور المخصصة للباجي أو الطيور المعاكين بشكل عام بمقدار لل 20 كيلو نستخدم لها كيلو واحد، لل 20 كيلو كيلو واحد. وايضا الماده الاخيره الموجوده معنا الماده قبل الاخيره عفوا هي بذور الشوفان. بذور الشوفان اللي بتشبه القمح، بذور الشوفان غير مقشر ايضا تستخدم هذه الماده بالاضافه الى البذور السابقه بمقدار كيلو ونصف لل 20 كيلو كيلو ونصف. المادة الأخيرة معنا أخوة الكرام هي بذور الكيف أو بذور القنبز. طبعا هاي المادة هاي المواد أنا بشتريها كل واحد لحاله، أنا بشتري لحاله ولكن مخلطة عند البيت. هذه هي البذور أخوة الكرام، هاي هي بذور القنبز. وبذور القنبز نقوم بإضافة هذه المواد إلى بذور القنبز بمقدار كيلو. يعني بنرجع بعيد معاهم هون، بس خليني أول شيء أفرد الشوال عليها. خلطناها مع بعضها، نرجع بنعيد لكم اياها بالترتيب. 20 كيلو غرام دخن، 5 كيليات من البريق او بذور المخصصه للكناري او الى اسماء عديده. الامر الاخر بعد 5 كيليات بنضيف للبذور كيلو ونصف من النيجر، كيلو كتان، كيلو ونصف من الشوفان، وكيلو من البذور الكيف او القنبز. هاي المواد كلها يا اخوة الكرام راح نقوم بعملية خلطها بشكل كامل وبقائها في الغرفة في مكان جاف تضرب الشمس لمدة 24 ساعة. لازم تكون الشمس عم تضرب. انا اخترت هاي الغرفة مثل ما انتم شايفين الشباك هون بيضرب الغرفة كلها الشمس من الصبح للظهر، بتكون مضروبة بالشمس وهون الغرفة بتصير حرارتها عالية. وانا هالطريقة هاي بكون اذا كان في اي نوع من انواع الرطوبة داخل البذور بكون خرجت نتيجة للحرارة الموجودة داخل الغرفة بالاضافه لاشعه الشمس اللي بتفوت على الغرفه. هاي اول نقطه. ثاني نقطه،
بالنسبة لبذور الكنارة، هاي الهاكينة انخلطت معاكي. هاي الخطأ أخوة الكرام تحسن تعتمد عليها على مدار السنة. يا أبو نصر على مدار السنة؟ إيه على مدار السنة. نحسن نستخدم هاي الخلطة اللي قدمتكم إياها هلا للمعاكيف بشكل كامل. كنار، عفوا، باجي، روز، فيشر، كوكتيل، شو استفيعتكم من أنواع الباجي؟ من أنواع المعاكيف فينا نستخدمها. بالإضافة إلى ذلك أخوة الكرام، بذور عباد الشمس، ولكن بذور عباد الشمس ما نضيف هاي الخلطة. بذور عباد الشمس لكل طائر بالمعلفي منحط 4 أو 5 حبات. ليش أبو النصر؟ بتسبب مساك للطير كترته، وأيضا في هذا الوقت من العام وبسبب الحرارة بتسبب له مشاكل معوية. فذلك الأمر لازم نكون حريصين ودقيقين في تقديمه. انتهينا من هون؟ انتهينا طبعا على ما يجب للطيور المغردة، حسون وكنار. حسون وكنار أخوة الكرام، أنا بالنسبة لي كثير ناس حكت معي أبو النصر أنت حسون ما ربيت. مظبوط أنا ما ربيت. طيب ليش أنت بتعارض فكرة إنه ما نحط بالريل للحسون؟ عفوا، ليش أنت مع فكرة نحط بالريل للحسون؟ أخوي الكرام أنا بالنسبة لي كيف بتعود الطائر على الأكل بتعود. ولكن أفضل شيء للحسون راح أقول لكم إياها بالتفصيل، أفضل شيء للحسون البذور التالي: البريلا يا أبو النصر ما لقيت بريلا، بذور الكيف يا أبو النصر ما لقيت بذور الكيف. هون المشكلة عم نوقع فيها. ما لقيت. فإذا ما عم تلاقي أنت عم تضطر تشتري خلطات من السوق، وهاي الخلطات عم تكون فيها مشاكل وعم تخدمها لطيرك وعم تموت طيرك أو عم تسمعهم طيرك. فذلك الأمر أخوة الكرام لازم تحرص على نوعية البذور اللي بتشتريها. أفضل شيء للكنارة والحسون أحكي لكم، خلطة على مدار العام. للكنارة والحسون هي البريلا بنسبة كيلو، البريلا بنسبة 200 غرام، البريلا بنسبة 200 غرام، الكتاب بنسبة 50 غرام للكيلو. للكيلو عم أحكي لكم. بذور الشوك او بذور البذور السوداء 40 غرام فقط. بالنسبه لبذور القنبز او بذور الكيف 50 غرام. بالنسبه لبذور الشوك الجمل او بذور الخرفيش 150 غرام مكسره ومخلوطه مع هذه الخلطه وتقدم على مدار العام. على مدار العام اذا كان تحت انفراغ. اما اذا ما كان تحت انفراغ وبدك تعطي طيورك خلطة على مدار السنة وبكل وقت فيك تستخدم هاي الخلطة. بعطيك اياها هلا: كيلو بريل للكنارة حصريا، كيلو بريل وللحصون الصيني، كيلو بريل 200 غرام بريلا، 150 بذور الخرفيش. بتكسروا وتجمعين مع بعضهم وتقدموا لطيرك على مدار السنة. وانا بتفلك انه طيرك ما يصيبه اي ضرر، ولكن بشرط هذه البذور لازم تقوم انت بعملية الخلط لمدة اقل شيء لمدة شهر. يعني تحسب حسابك المدة القصوى شهر، إذا 15 يوم أو الأسبوع بيكون ممتاز. أنا بالنسبة لي ما أقوم بهي الخلطة وقدمها للطيور إلا لمدة شهر بس. هلا بعد ما أقوم بالخلطة عندي كمان شغل كثير الله يكون بعوني. هلا بدي أخلطها وأفرشها وبعد منها بستنى عليها 24 ساعة وبعد ذلك أخوة الكرام رح أقوم بتعبئتها وإعطائها للطيور بشكل مباشر. بهذا القدر بنتفق معكم بهذا الفيديو، كل الشكر والاحترام لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو النصر. قبل ما انتهي من هذا الفيديو، شوف التعليق عم بيقول لي لو عندك كنار أو عندك طيور ليش ما بتطلع وبتفرجينا إياها؟ أو فرجينا طيورك، كونك أنت يعني صرنا نشك إنه ما عندك طيور وعم تطلع تعطينا معلومات وما أنا متأكدين إذا عندك طيور ولا لا. أخي الكريم، أخي العزيز، بارك الله فيك. الطيور الموجودة عندي كنار، الطيور الموجودة عندي إذا بدي أفرجيك إياها للكنار صعب كثير، صعب كثير. ليش أبو النصر؟ لأنه أخوة الكرام أحد المرات 3 مرات جربت وطلعت في فيديوهات للطيور موجودة على القناة، ومن بيناتهم كنار الأحمر بدرس عن الصبغة من سابق قديم. بعد ما خلصت الفيديو ثاني يوم ثالث يوم من عرض الفيديو مات عندي 3 حمر بدون أي سبب. العين حق، العين حق. هاي اول نقطه. ثاني نقطه، انا الطيور اللي عندي اخي الكريم، طيور الكناره بالتحديد موجوده عندي، بدك 700 سنه ضوئيه انت لتجيبهم وتربيهم، مو ما فرقوا ولا كبره. ولكن انا من نوع اخوي الكرام اللي بختار نوع من الطيور اللي يكون نادر، اللي صعب اني الاقيه بالسوق. يعني بعد الفتره هاي وبعد العمر هذا بتربيه الطيور وبعد ما صار عندي هالامكانيات ما عاد ربي بلدي، ما عاد يعني تيجي على بالي ربي بلدي. صرت اختار نوعيات واشكال وطيور عليها القيمه اني ربيها، تستاهل اني ربيها. هلا جميع انواع الطيور كمان بتتربى، ولكن هلا في شيء افضل من شيء، فانا عم اختار هاي الطيور. اذا انا بدي اعرض لك يا اخي الكريم ويموت عندي جوز،
ارباح قناتي على اليوتيوب هلا برجع بشاهد على قناه اليوتيوب، ارباح قناتي على اليوتيوب يمكن 5 اشهر او 6 اشهر ما راح تجيب لي الجزء اللي يروح. فذاك الامر اخي الكريم بعتذر منكم كثير وبتمنى اعوض لكم، ولكن اخوتي الكرام للاسف ما بحسن، ومع احترامي لكم وتقديري لكم وبتمنى هالامر هذا ما يزعجكم، ما تقول لي يا ابو نصر احتكرت هذا الشيء لك، وليش ما بتفرجينا؟ اي نوع من انواع الطيور بدك اياها بس فتحت المحل، اي نوع من انواع الطيور بتشرف لعندي على المحل 100 مرحبا فيه. او بتحكيني على الواتساب رح اترك رقمي بعد ما افتح المحل، رح اترك رقم تتواصلوا معي بتقلي ابو نصر بدي هذا النوع من الطيور انا بامن لك اياه ونوعيه ممتازه اذا كان موجود عندي نوعيه ممتازه، بقول لك تفضل هذا الطير على طبق من ذهب بتحب تشتريه 100 مرحبا ما بتحب تشتريه انت براحتك. اما اعرض لك كميه الطيور الموجوده عندي للاسف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.